السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية قبل كل شيء يجب علينا ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعزائي المتابعين، في البداية صاحبة القصة بتقول أني فتاة عمري 21 سنة، بس الحادثة اللي صارت معي وأني عمري 16 سنة وما زالت محفوظة بذاكرتي كأنها صارت امبارح بس. المهم بتقول أني كنت شغوفة بقراءة القصص والروايات وخصوصا القصص المتعلقة بالجن. بتقول بالبداية ما كنت أؤمن بوجود الجن والأشباح واللي ده منه، ولكن اللي صار معي خلاني أتأكد 100% إنه في جن. مشان ما أطول عليكم راح أفوت بالقصة مباشرة. بتقول كنت بيوم من الأيام عم بتصفح موقع على الأنترنت والتقيت بشاب مثلي بحب قصص الرعب، فأهداني كتاب السحر المعروف وقال لي اقرأيه وراح يملأ فضولك كامل. غلاف الكتاب واسمه ما بيوحي إنه خطير أبدا. بتقول بديت بالقراءة ومن هذاك اليوم وأني بشعر بالرعب، رعب مش أي رعب، رعب شديد جوا داخلي بس ما بعرف سببه. ومن جهة أخرى شغفي بالقراءة عم يزداد يوم عن يوم. الكتاب غير مفهوم بتاتا وما بعرف بأي لغة مكتوب. المهم أني ما فهمت ولا كلمة واحدة، بس الغريب واللي أثار فضولي عشان أكتشفوا إنه في آيات من القرآن الكريم. بدأت أتصفحه وكل يوم بقرأ جزء منه وبحاول أفهمه. هون بدأت كل مشاكلي ومخاوفي عم تتحقق. بتقول بيوم كنت مثل عادتي نايمة على سريري، فجأة سمعت واحد عم ينادي باسمي نجوى. نجوى، على فكرة نسيت أقول لكم اسمي نجوى. هون راح قلبي كان بده يوقف من الخوف. صرت أقرأ آية الكرسي بس بتقول أقسم بالله إنه لساني تلعثم وما قدرت إني أقرأ، وحاولت جاهدة إني أقرأ أي سورة من القرآن لكن ما قدرت، وما قدرت إني أتذكر أي شيء، كأني بيوم من الأيام ما حفظت أي شيء من القرآن. صرت بدي أنادي أمي بس صوتي ما عم ينسمع، وكنت بشعر إني وحيدة وموجودة بهالمكان لوحدي. بتقول بدأ الصوت يقترب مني أكثر وأكثر، رفعت الغطاء عن وجهي عشان أشوف، بس اللي شفته كان أكثر إشي شفته رعب بحياتي. شفت خيالين واقفين عند باب غرفتي وبيمسكوا إشي وبيتجهوا باتجاهي وهم يقولوا إذا ما بتيجي معنا إحنا راح نيجي لعندك، مو أنت اللي طلبتينا وهذا إحنا بجنبك. وتقول والله العظيم لما سمعت هالكلام صرت أصرخ حتى يعني رحت أموت من الخوف، والدموع بتنزل من عيوني مثل الشلال، وصار شريط حياتي يمر قدام عيني. وأني كنت قبلها بسمع الأغاني وما بصلي بأي وقت، خفت من إني أموت وشو راح أقول لرب العالمين. بعد لحظات فجأة أمي فتحت علي الباب وإجت لعندي وتقول لي إنها سمعتني إني عم بصرخ، فقصيت عليها اللي صار معي بس ما صدقت لي وقالت إنه هذا من نسج خيالك لأنك عم بتشوف الأفلام أو أفلام الرعب بكثرة. وظل نفس الأمر بتكرر كل ليلة، وصرت نحيفة ووزني نقص وشعري بدأ يتساقط، ودائما ما بحلم إنه في أشخاص عم يتبعوني وأني بهرب، فبصحى وكأنه الأمر صاير حقيقة يعني. وحتى بالدراسة دائما شاردة ومش مركزة مع إني كنت الأولى دائما. فلاحظ أستاذ التربية الإسلامية تغيري وسألني. في البداية خفت إنه ما يصدقني، لكن بعدين يعني قلت له عن أمر هالكتاب اللي كنت أقرأ واللي عم بيحصل معي من منتصف الليل، وقال لي انه هالكتاب هذا هو اخطر كتب السحر والشعوذة وتحضير الجن.
انه اللي عم بيصير معك هو من صنع هالكتاب هذا، ونصحني اني امسح الكتاب من الحاسوب الكمبيوتر، وانه يعني ما يحصل معي هو، واللي بيصير معي عفوا اللي بيصير معي هو من اعراض المس، وطلب مني التحصن والحفاظ على الاذكار والصلاه وقتها، واني اقرا القران يوميا. وتقول والحمد لله، ومن لما بدات العمل بنصائح استاذي ما عاد حلمت اي حلم او اجاني اي كابوس من هالاحلام هذيك نهائيا. لكن بهاي الايام صرت ارى كوابيس فيها قطط وثعابين وبتحاول اللحاق بي. يا هل ترى، تتساءل صاحبة القصة، من الممكن انهم يرجعوا مرة ثانية؟ اما القصة الثانية اعزائي المتابعين، فبقول صاحبها: اسمي عبد الرحمن وعمري 17 سنة، بدي اخذ رايكم باشي حصل معي من 3 سنين. لما رحت على السرير غلبني النوم، ولما نمت كنت بشعر اني بحلم لكن ما بقدر اني اصحى من هالحلم، فكنت مرتعب جدا. وبعد دقيقة او ثنتين صحيت، لكن جسمي كان متجمد نهائيا، مش قادر احرك اي اشي بجسمي ما عدا عيوني، وكنت بسمع اصوات غريبة، واحيانا بسمع في حدا عم يطرق الباب، وبعد فترة بقدر اني احرك كل جسمي. كانت الساعة دائما الساعة 3 بعد منتصف الليل، ولما بصحى بكون مرعوب. واستمر هالامر هذا معي لمدة 3 سنين، وما كنت اقدر اني انام بالليل من شدة الخوف. بقول باحد الليالي فكرت اني اذا ما نمت بسريري ممكن ما يحدث معي هالشي، وبالفعل فعلت هالشي ونمت على الاريكة، وهي كانت قريبة من غرفة نومي، وبطل عليها وصحيت الساعة 3، وتعجبت انه على عكس كل ليلة ما صار لي اي اشي. لكن فجأة سمعت صوت طرق قادم من غرفة نومي. بقول كنت خايف كثير، لكن حاولت انه هالخوف يتحول لغضب، وقمت عن الاريكة، ولما اقتربت من الغرفة زاد صوت الطرق، ومن بعدين توقف فجأة، وسمعت صوت اشي عم يركض ناحيتي. فرجعت بسرعة لعند الاريكة وغمضت عيني، لاني كنت خايف انه يصير لي اي اشي. بعدين شعرت انه في مين عم بيمسك راسي، فصرخت مرة واحدة، بس صرخة واحدة، وبعديها ما قدرت احرك اي اشي من جسمي. بقول كنت بشعر كأنه في اشي عم يخترق راسي بأصابعه، وكان الألم لا يطاق، وما بعرف شلون غفيت ونمت بهالمرحلة هاي وأني على هالحالة. بقول نمت يعني لحظة، بعدين صحيت وكانت الساعة 3:15 الفجر، وكنت بشعر بعض الوجع وجسمي ثقيل كثير، وحسيت بالتعب والإرهاق، لكني بقول خفت إني أرجع أنام، وصحيت بمكاني لحد الساعة 9 الصبح. بعديها صحيوا كل اهلي. الغريب اني لما اخبرت قلت لبعض الناس ما صدقوني. وقتها كنت بشعر بالغضب، لانه يعني من معقول اني بخترع هالقصة من وحي خيالي، مع اني يعني بكون خايف لما برويها. ما هالشي هذا، وما حدا كان يصدقني، حتى اصدقائي. مو بس هيك، كان في منهم بيسخر مني وبقول انت مريض نفسي. بقول صاحب القصة: من شدة خوفي صرت اسهر طول الليل، وبضل صاحي يعني، وجميع الانوار مضاءة، وما بقدر انام الا عن طلوع الصبح. لما بطلع الصباح بقدر انام، حتى واني صاحي بلاحقني الرعب. فبعد 3 شهور تقريبا كنت قاعد الساعة 3 الفجر، شغلت فيلم على الكمبيوتر، ورحت عشان اتمدد على السرير واتابع الفيلم من واني متمدد على السرير. لكن لما نمت على السرير وتمددت، فوجئت بمؤشر الكمبيوتر اللي هو الماوس، السهم عم يتحرك من تلقاء نفسه. هون اني ارتعبت وحاولت اني اهدي نفسي عن طريق التفكير بشيء ثاني. لكن بعد شوي سمعت صوت الكرسي قدام الكمبيوتر، وكأنه واحد جلس عليه
من دون ما اني اقدر اشوفه او اعرفه او حتى اشوف خيالي. بقول باليوم الثاني حصل نفس الاشي، لما كنت اقعد على الكمبيوتر بسمع صوت واحد عم يجي، يعني كنت اقعد وبقوم بسمع صوت واحد عم يجلس مكاني على الكرسي، وهذا مستمر معي حتى الآن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنه يبعد عنكم كل شر وكل سوء. أعزائي المتابعين، لهون انتهى الفيديو اليوم، إن شاء الله يكون حاس على إعجابكم. يا ريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة وتسجيل الإعجاب وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل جديد. دمتم بخير، السلام عليكم.